هلا بعد ما تسرب معنا قبل فترة حكاية تبع ثور تبع مارفل، ونحن متأكدين انه هذا السيزون تبع مارفل، هلا حاليا هذا المقطع انا ما اعرض لك فيه غير القصة اللي ظهرت معنا. لما انت تفوت على اللعبة بيقولوا لك بالنيوز، لو انت طبعا عندك انجليزي اللعبة اقلبها عربي مشان تشوف انت القصة كاملة، بيقولوا لك فيها انه وجد النذير الجزيرة وبدت مقدمات الحرب. يعني خلص الموضوع باين انه هو مارفل، يعني مارفل. مبدئيا خلينا نفوت على هاي اللي هي الكوميك، هاي موجودة بقائمة البطل. باس بتبلش معك بهاي القصة انك انت لازم تقلب صفحات وتقرا القصة كاملة ولسه الها تكملة. فهلا انا رح اعرض لكم الصفحات كلياتها ورح اقراها انا على الصامت رح اشوف شو هي لحتى احاول افهم شو هي انا، وبعد منها برجع لكم. وات ذا هيل، بلعن الريفت يا شباب. هلا انا الشيء الوحيد اللي فهمته انه هن كانوا عم يحاربوا ومدري شو هيك شغلات وشغلات غريبه عجيبه، مدري شو عم يصير معهم. بعدين توج على العرش وهيك جلاكتوس هذا الرعد وهيك. هلا انا ما بعرف شو الفكره، الفكره انه شبه لعبه فورتنايت، يعني لو هيك نحن رح نقضي السيزون كله هذا قصص وما قصص وكوميكس ومدري شو القصص هاي. بس انا ما بعرف، يمكن شغله جديده تكون على لعبه فورتنايت او شيء، يعني ما بعرف شيء غريب ممكن يكون. بس انا الشيء الوحيد اللي فهمته انه في شرير بده ياكل عوالم انا القصص كلها اصلا انا ما بتابع، يعني ما بفهم عليها اصلا ما بحبها. فما بعرف في شيء غريب، لانه شافوا الريفت، والغريب بالموضوع انه شافوا الريفت وما عرفوا شو هذا، وعندهم كانت مهمه غير الريفت، ولما شافوا الريفت انجذبوا له. هذا انا اللي فهمته، فهن فاتوا بالريفت واجوا لعنا، لانه في ريفت فوق منطقه كيتي كورنر. هذا الريفت هن اللي حيجوا فيه ايام الموسم الرابع، هن دخلوا بالريفت ولكن حاليا مو معروف وينهم. اكيد رح يجوا عنا ايام السيزون الرابع بهذا الريفت اللي هو اعلى كيتي كورنر، اللي هو اللي حيكون بالهاي تاور. هذا هو الفيديو تبعنا اليوم، بسيط جدا، بس حابب اقول على هذا الكوميك اللي نزل معنا بالنسبه لهي القصه. ما بعرف نشوف عم نستنى يعني، ولسه في فيديو ثاني ان شاء الله رح نزله بكره اللي هو عن تسريبات كلياتها كامله بالنسبه للسيزون 4 والاشياء اللي قادمه معنا وسكنات وبعض الاشياء للسيزون 4. فاتمنى يكون عجبك هذا المقطع واستفدت. انا ما قلت المقدمه، وبتشكركم كلياتكم على الدعم. كود دعم بلاتم شوب نمو 9 وبرعايه الله.